فن وهندسه، واللاندسكيب اصلا مدرسه. يمكن تلاقيه بشكل مكلف او ساعات كتير تلاقيه بشكل بسيط، بس الحقيقه انك لازم تلاقيه في كل بيت. النهارده هنتكلم عن اللاندسكيب بشكل مختلف وبعيون كمان مختلفه. هنشوف ازاي نقدر ندخل الاحجار والاضاءه والموسيقى في اللاندسكيب بشكل طبيعي وبشكل مريح كمان للعيون. استنونا النهارده في من قلب الطبيعه وتعالوا نشوف حلقتنا بتتكلم عن ايه. اللاندسكيب دايما ليه طبيعه خاصه وليه جمال جذاب جدا عند كتير من الناس، برغم ان اذواقه مختلفه الا انه كل الناس بتجتمع على انه اللاندسكيب من الاشياء الجميله جدا ومن الاشياء اللي العيون بتحب تشوفها. النهارده معانا باشمهندس اسامه اللولي استشاري اللاندسكيب اللي هيعرفنا عن معلومات واسرار كتير جدا عن اللاندسكيب. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم وكل سنه طيبين. وحضرتك طيب. يعني خلينا الاول نتكلم عن اللاندسكيب بشكل عام، اللاندسكيب لعشاقه بيمثل لهم ايه؟ والله واحنا في البدايه الشغل بتاعنا بينقسم لسوفت وهارد. السوفت اللي هو بيبقى عباره عن النباتات، سواء نباتات الزينه والإيريجيشن سيستم اللي هو نظم الري بتاعتها، والهارد اللي هو ممكن يبقى الشغل المكمل ليها، سواء اذا كان مجموعه نوافير او شغل انترلوك على الارض، مشايات، لايت سيستم، ساوند سيستم. ده اللي بيكمل المنظومه بتاعت اللاندسكيب، سوفت وهارد. طبعا ما فيش مكان بيخلو، سواء كان فيلا او بيت حتى بسيط او منتجعات، من الشغل دوت، حتى وان كان صاحبه ما هوش عارفه او مدركه يعني. لكن في كل بيت او في كل مكان بيتواجد الشغل بتاع اللاندسكيب، سواء السوفت منه او الهارد يعني. للمتخصص او غير المتخصص. ايه الفرق بين السوفت والهارد؟ يعني انت اكيد لما بتيجي تتعامل مع الناس محبي اللاندسكيب او الناس اللي بتحب التصميمات اللاندسكيب، هم غالبا زي ما حضرتك قلت يعني ما بيبقوش عارفين ايه الفرق بين السوفت والهارد، ما بيبقوش عارفين ازاي التناسق، ولكن هم دايما بيبقوا يعني حابين يشوفوا مناظر جميله. انت ازاي بتشرح لهم ده وازاي بتفرق لهم ما بين انواع اللاندسكيب؟ هو الشغل بيتكلم عن نفسه يعني. سبحان الله، النباتات هي في الاول وفي الاخر الطبيعه اللي احنا اتفطرنا عليها. شكل النبات هو بينمو من بدايه من البذره، تبقى شتله، تبقى شجره، شجيره، نخله. فده الانسان البسيط او الانسان العادي عارفه كويس جدا. الانسان المتخصص هو اللي بيبقى متوغل شويه في موضوع اللاندسكيب، هو اللي بيبقى حابب ينفذ سوفت او بيسال عن السوفت والهارد يعني. لكن الانسان البسيط دايما محب للنبات بشكله الطبيعي اللي هو متعرف عليه، اذا كان قصريه ورد، شجره، نخله مثمره او نخله زينه. المتخصص هو اللي بيبقى بنتعامل معاه كشركه او كده، بنتعامل معاه في السوفت والهارد. هو بيطلب، بيبقى محتاج مثلا كورنر معين هيتعمل بشكل معين وهيتحط فيه نبات معين، فالنبات دوت اللي هو بيمثل لنا السوفت مع الاريجيشن بتاعه اللي هو نظام الري بتاعه. بيرد عليه الهارد اللي هو اذا كان حاجه زي اللي احنا قاعدين عليها، مجموعه ديسكات مثلا او مشايات او انترلوك. المدخلات بقى اللي بتبقى المدخلات ده اللي بيسمى الهارد بقى، ولازم بيبقى فيه تناسق بينهم يعني. الالوان نفسها يعني، يمكن احنا لو اتكلمنا عن المكان اللي احنا قاعدين فيه هنلاقي ان هو اميل شويه للطبيعه، حتى كمان فكره جذوع الشجر مع الخضره، يعني هي دي الطبيعه وهي دي الوان الطبيعه. تمام. هل انت بتفضل دايما ان الالوان كده تكون طبيعيه، ولا ممكن ان احنا نخلي الموضوع بشكل صناعي وطبيعي مع بعض؟ لا طبعا، ده متعمد يعني. زي ما حضرتك شايفه كده، احنا قاعدين في نموذج تقريبا مصغر اللي ممكن ان ده يبقى مشروع كبير يعني. النموذج اللي احنا قاعدين فيه ده ممكن يبقى مشروع كبير، ودايما انا بفضل الشغل يبقى من الطبيعه، لان هو اللاندسكيبنج اصلا بيتكلم عن الطبيعه، بيتكلم عن صوت خرير ميه اللي هو ممكن نعمله في شلال او في نافوره، اللي هو الهارد سكيب اللي بقول لسيادتك عليه. ممكن يبقى النبات نفسه بيتكلم يعني، مش محتاج ان انا ابرز جماله. هو بيبان في جذعه، بيبان في المجموع الخضري بتاعه،
فمن هنا الطبيعه طبعا هي اساس اللاندسكيب، ولكن اذا كنت هشتغل صناعي فده انا من رايي الشخص يعني بيبعد عن المجال بتاع اللاندسكيب، يعني بيبقى تجاري اكتر ما هو شغل كله احساس وجمال، واللي هو اصلا موضوع اللاندسكيب وجداني يعني اكتر. بالظبط طبعا. طيب. هي مجموعه افكار في الاول وفي الاخر، يعني اللاندسكيب ممكن ما تبقاش مهنه، يعني ممكن حضرتك تنفذي شغل لان هي فكره، ممكن تبقى هوايه اكتر ما هي تبقى تخصص، وكل واحد ليه ذوقه يعني. بالظبط، لان هو في الاول وفي الاخر ذوق، يعني ممكن انت وانت قاعده بتقوم في دماغك فكره معينه بتنفذيها، سواء في البيت، في الفيلا، في الجنينه، في المنتجع بتاعك، اذا كنت اونر لفندق او حاجه زي كده. فهي مجموعه افكار، واهم حاجه طبعا اللي بيدعمها بقى بعد كده اللي هي الدراسه، ان الانسان بيدعم الهوايه ديت كشركه بقى احنا متخصصين، يعني بندعم الهوايه ديت بان احنا نبقى اكاديمي شويه، ندرس عشان تبقى الحكايه مكمله بعضيها، معرفه الاساسيات صح. طيب النباتات والزهور المستخدمه مع اللاندسكيب اللي انت ممكن يعني تدخلها زي الشكل او النموذج اللي احنا شايفينه دلوقتي، بتستخدم ايه؟ بستخدم اي حاجه ممكن تيجي في خيالي بدون ترتيب، يعني احنا زي ما احنا قاعدين، انا عندي مثلا شجره عمرها 102 سنه مهوجني، الشجره دي تراث، انا حبيت ان انا ادخل التراث في الشغل بتاعي، فقطعتها وعملت منها الديسكات اللي احنا قاعدين عليها، عملت منها التابلو الجميل ده اللي هي الترابيزه، عملت منها قطوع خشب يتحط وسط الماربلز اللي هو كسر الرخام والالباستر دوت، والزلع ديت كما لو انها نازل منها الباستر، واشتغلت من الطبيعه، كله طبيعه زي ما سيادتك شايفه كده. وهو دوت اللي بيفرق في المجال بتاعنا عن اي مجال تاني، ان هو مجال ممكن اي حد يشتغل فيه ويدعمه بالشغل الاكاديمي، يعني بالدراسه. بتفرق فكره ان انت يعني بتقول انه هي شجره عمرها طويل، واحنا عارفين ان الخامات اللي عمرها طويل خصوصا من الشجر بتبقى غاليه جدا، ده حقيقة طبعا، سعرها عالي يعني. فبتفرق خصوصا ان انت عاملها ارضيه، يعني دي مكان للتمشيه، يعني لو احنا يعني قلنا ان النموذج ده هيتعمل بشكل مكبر شويه هتبقى الشجر ده مكان للتمشيه، يعني مش ممكن ان احنا نستبدل ده بحاجات اقل شويه في التكلفه علشان طبعا كل الناس طبعا لا يعني ممكن تقدر تتوازن ممكن مع ده. انا بقول لسيادتك على فكره جات لي، ان انا وجدت شيء ثمين ممكن اشتغل بيه، عملت منه ممشى وعملت منه كنبه نقعد عليها، عملت منه ترابيزه، فمش شرط ان حاجه تكون تراث او حاجه قديمه او غاليه، الممشى ممكن يكون بسيط جدا وما يتكلفش، ولكن انا حبيت ابرز جمال الطبيعه في ان شجره عمرها عدى 100 سنه، ان انا اظهرها قصاد الزائر، أبين له جمال الطبيعة لما بتختلط بالتراث بتاعنا، بتختلط بعمر بزمن، بتدينا نتيجة كويسة جدا وراحة، يعني هي طبيعة في الأول في الآخر. طبعا. طيب خلينا نتكلم عن التكلفة بشكل عام، يعني دايما برضو الناس لما يعني بتيجي تمسك اللاندسكيب أو كده بتفكر في التكاليف، هل الموضوع هيبقى مكلف عليا، هل هقدر يعني أكيفه مع ظروفي، خصوصا لو أنا مثلا مش هعمل اللاندسكيب في مكان كبير زي فيلا مثلا، الموضوع بيبقى مكلف ولا ممكن تكيفه خالص. يعني لا لا لا، ممكن بأبسط الأشياء وأقلها سعرا في السوق، يعني بلغة السوق تعملي موضوع لاندسكيب وفي كورنر في زاوية في المنزل، مش لازم أولا يكون عندي مسطح أخضر، مش لازم يكون عندي فلوس كتير عشان أشتري، ده ممكن بأبسط الأشياء بعمل منظر جميل في كورنر في المنزل وبأقل الأشياء، يعني أنا ممكن مثلا على ذكر المثال ب 200 جنيه اجيب نبته واشتغل حواليها بشويه زهور، بتديكي احساس كويس كما لو انك قاعده في حديقه او كده وفي المنزل، لان طبعا احنا كمجتمع مصري دايما عندنا حته الرجل المصري بطبيعته بيصحى الصبح يروح الشغل، بيجي من الشغل ينام، محتاج ان هو في المكان بتاعه يجد متنفس، فما فيش احسن من ان انت تشوفي مجموع زهري او مجموع خضري في الاماكن اللي انت بتشتغلي فيها، اماكن الاقامه بتاعتك، ودي مش مكلفه على الاطلاق يعني. تمام. طيب يعني كمان فكره العوامل اللي بتاثر على النبات نفسه،
هل انت بتبقى مراعي ده في اللاندسكيب؟ يعني بتبقى بتحاول ان انت تختار النباتات اللي هي تكون الرعايه بتاعتها اقل تاثرها بالظروف المحيطه، اقل تاثرها بالعوامل المناخيه كمان، وده موضوع مهم جدا يعني. طبعا احنا بنراعي الحته دي في حاجتين. ان احنا عندنا لما بنيجي نشتغل لاندسكيب بنشوف الشغل دوت هيبقى ان دور ولا اوت دور، يعني شغل خارجي حابب ان هو يتعرض لضوء النهار والشمس كتير، ولا هيبقى داخل البيت فيدوب ممكن يبقى الضوء كافي ليه. ومن هنا اذا كنت حضرتك بتعملي جنينه غير اما بتشغلي الزرع جوه البيت، اذا كنا هنشتغل اوت دور فبنحط النباتات اللي هي بتتماشى مع شغل الاوت، اللي هي مثلا بتبقى محتاجه شمس ما تتاثرش بالشمس، محتاجه ضوء النهار بشكل كافي، عكس النبات الاندور بيبقى بيرعى فيه او بيتربى على كده. احنا بنربيه شغل الاندور الداخلي يعني بنربيه على انه مش محتاج شمس كتير ومش محتاج ضوء نهار كتير، فهو بيتفطم على كده، احنا بنربيه على كده، فده بيرعى طبعا. يعني طبعا اسرار كتير ولسه عندنا معلومات وحكايات كتير عن اللاندسكيب. استنونا بعد الفاصل هنكمل تاني مع باشمهندس اسامه اللولي. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين في حلقتنا النهارده اللي فيها بنتكلم عن اللاندسكيب وخصائص اللاندسكيب. كمان لسه مكمل معانا باشمهندس اسامه اللولي استشاري اللاندسكيب، برحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. يعني خلينا برضو نتكلم عن الحاجات اللي احنا ممكن تاني نضيفها لللاندسكيب كطبيعه. خلينا نبدا بالخامات وبعد كده نتكلم عن فكره الموسيقى او فكره الاصوات كمان اللي ممكن ندخلها مع اللاندسكيب كنوع من انواع التماشي مع الطبيعه يعني. هو طبعا انا حابب ان انا اوضح للساده المشاهدين ان انا لما بشتغل في اللاندسكيب بيبقى عندي اكتر من موضوع، منها السور بتاع الجنينه او الحديقه، ان انا بحاول اعمل طبعا خصوصيه، اقفل السور دوت سواء باشجار نباتات يعني، او ممكن استعيد بالنبات عن طريق ان انا بعمل السور ده بغاب افريقي او تمر حنه، حاجه يعني ما هياش نباتيه. ده بيبقى من حيث السور، واشتغل بعد كده نباتات مزهره تحت السور دوت. تاني حاجه الممشى، الممشى انا ممكن اشتغل فيه بنجيله وتبقى مطعمه بحجر هشمه او الاباستر، كسر رخام، قطوع خشب زي اللي حضرتك شايفاه ده، يعني ده اللي احنا قاعدين فيه نموذج مصغر لموضوع لاندسكيب كبير ممكن يبقى على مساحات واسعه يعني. ممكن بدعم الكلام ده كله بلايت سيستم وساوند سيستم، تبقى حاجه بسيطه جدا، اضاءه مع الليل تبقى ابقى بارزها مع اي موضوع كبير زي مثلا نافوره او شلال، بيديك احساس جميل جدا وبيهدي الاعصاب. ممكن يبقى في لايت ساوند سيستم، بيبقى في موسيقى خفيفه، او انا اي حاجه بحب ميوزك شرقي بقى غربي بشغلها مع الموضوع دوت، مع نافوره مع شلال يعني على حسب المتاح. هل الاضاءه نفسها بتبقى كمان اميل للطبيعه؟ يعني بتبقى حريص على انه الاضواء نفسها تبقى اللون اللي هو النيون الاصفر اللي شبه شويه فكره الشمس، ولا ممكن تدخل الاحمر والاصفر والاخضر؟ يعني الموضوع حسب راحه العين يعني، راحت حضرتك تختلف عني او ذوقك يختلف عن ذوقي، هو ده فكره اللاندسكيب يعني، دي مش حاجه صماء، كل واحد ليه ذوقه وليه نرجسيته اللي بيعيشها وحياته، فهو بيختار اي حاجه تريحه، احنا كشركه متخصصه بننفذها له بنتواصل معاه يعني، ما فيش نموذج واحد او ستايل واحد بنشتغل عليه، هو ده سر جمال اللاندسكيب ان هو متعدد زي اللبس، كل واحد بيلبس اللي هو عايزه.
الاكل كل واحد باكل اللي هو عايزه. اللاندسكيب نفس الحكايه، كل واحد بيحب يعيش في جو معين، احنا بنكون في خدمه الجو دوت وبننفذه وبابسط الخامات. يعني دايما باكد بقول ان اللاندسكيب ممكن يبقى بابسط الخامات وباقل التكاليف وفي متناول الجميع، مش لازم اكلف يعني. طيب يعني يعني حضرتك قلت لي برضو ان اللاندسكيب انتوا عملتوه بشكل في الفتره الاخيره داخل شويه في المشاريع القوميه وفكره خدمه الناس وفكره ان هو يعني يعمل على المجال الخدمي كمان اكتر منه جمالي. هو دوت مجال تاني بجوار اللاندسكيب كشركه متخصصه، احنا في مجال الاستزراع واستصلاح الاراضي بفضل الله يعني اشتغلنا في مشروع قومي، مشروع وطني يعني تحت القياده الحاليه برئاسه الرئيس السيسي، اللي هو مشروع تنميه اهالي جنوب وشمال سيناء ومشروع تنميه اهالي البحر الاحمر ووادي الكويح في مدينه القصير ومشروع تنميه اهالي النوبه. المشروع دوت مشروع مهم جدا لا يقل باي حال من الاحوال عن مشروع قناه السويس. المشروع دوت احنا بنخلي الاصفر اخضر، خدنا صحراء سواء في جنوب سيناء او في اسوان في النوبه او في البحر الاحمر، عملنا فيها صوب زراعيه سواء فاكهه او خضار صوب مثمره، وعملنا فيها مزارع سمكيه، وعملنا فيها مزارع اغنام، وعملنا فيها نماذج للبيوت البدويه والنوبيه، بحيث ان كل عائله في اهالينا اللي في سيناء اهالينا الاعزاء يعني بيتملكوا نموذج عباره عن بيت منزل وصوب زراعيه ومزرعه اغنام. وده طبعا المشروع دوت مشروع مهم جدا لانه اعاد انتماء، ومع ان ده طبعا مش محل شك يعني اهالي سيناء دول اهالينا، بس طبعا كانوا فتره من الفترات كانوا بعيد شويه عن الاعين وعن اهتمام الدوله، فده دلوقتي اللي الدوله تحت قياده الرئيس السيسي اعادته، ان حسينا باهالي سينا العزاز على قلبنا واديناهم مشروع كبير يشتغلوا فيه ويمتهنوا مهن حرفيه كويسه هم واولادهم من بعديهم في مجال الزراع السمكي، تربيه الاغنام، الصوب الزراعيه المثمره سواء خضار او فاكهه. فده مشروع بالتزامن مع شغلنا، مشروع قومي الحمد لله ناجح جدا، وقدرنا من خلاله ان احنا نحقق نجاحات مبهره يعني تحت القياده الحاليه، ووظفنا فيه ناس كتيره جدا من اهالي سيناء الاعزاء واهالي البحر الاحمر واهالي النوبه، هم اللي قائمين دخلناهم في المشروع عشان يحسوا ان هو ده شغلهم وده انتاجهم. فده شيء جميل جدا في مجال الشركه عندنا حققناه يعني بفضل الله. يعني وحضرتك بتتكلم دلوقتي برضو لفت انتباهي لفكره السمك واحواض السمك، هل ده انا ممكن امزجه كمان مع اللاندسكيب؟ طبعا اي حاجه داخله في الطبيعه، اي حاجه في الطبيعه انا ممكن اشتغل بيها لاندسكيب، اي حاجه اي فكره ممكن اصممها وباقل التفاصيل يعني، ومش شرط طبعا ان انا اكون متخصص زي ما قلت لحضرتك، ممكن اي حد يمتهن المهنه ديت. طيب كمان النصيحه اللي ممكن تقدمها لعشاق اللاندسكيب وحتى الناس اللي ما بتبقاش حريصه قوي على موضوع وجود النباتات بشكل عام او وجود اللاندسكيب، خصوصا كمان انه يعني اللاندسكيب كمان غير النباتات على شكلها الطبيعي او بشكلها المعتاد دايما بتدينا زي ما باشمهندس اسامه قال روح طويله شويه، بتدينا ابداع اكتر، بتدينا مظهر جمالي مختلف، هو اميل للطبيعه ولكن بشكل جذاب، بشكل احنا يعني بنحرص ان هو يبقى موجود. فتحب تقول ايه للناس يعني؟ احب اقول شيء يعني هو مش جديد، يعني شيء احنا تورثناه، ان اي شيء في الطبيعه ديت اولا يعني من وجهه نظري ودي حقيقه يعني ديت بتذكرنا بسبحان الله ربنا يعني هو اللي خلق الشيء الجميل دوت، دي نمره واحد ودي اهم حاجه. يعني انا لما ببص للزهره بربيها بتبقى في البدايه بتبقى بذره تكبر قصاد عيني لغايه ما تبقى شجره ممكن عمرها مثلا 30 40 سنه او 100 سنه، يعني تورثتها الاجيال، كانت بذره في الاول، فدي حاجه بتقرب الانسان من ربنا وبتخليها تامل يعني معنى الخالق سبحانه وتعالى. نمره اتنين، الحاجات ديت بتهذب الروح وبتخلي الانسان
بعد يوم طويل من الضوضاء والعمل وضغوط الحياة ان هو بيعود شوية للطبيعة وصفاء النفس، ولما بيتأمل الشيء دوت بيعمل اعادة تنشيط لروحه يعني. بياخد باور لتاني يوم وكده. فده السر يعني، السر في اللاندسكيب اللي هو الطبيعة يعني، العودة الى الطبيعة ده احلى شيء طبعا. وده اللي مفتقدينه يعني، مع ضغوط الحياة والمدنية والتمدن احنا افتقدنا ابسط قواعد الحياة اللي هي الرجوع للطبيعة، اللي هي بتضيف بقى صفاء النفس وتديني باور وتخليني استعد اليوم شاق تاني يعني. انا بشكرك جدا وبشكر يعني معلوماتك المختلفه والجديده النهارده عن اللاندسكيب، ونتمنى دايما مزيد من التقدم والابداع دايما. كل سنه وانتم طيبين وشرفتونا. حلقتنا النهاردة من قلب الطبيعة اللي فيها اتكلمنا عن اللاندسكيب بشكل مختلف وبشكل جديد، وشفنا قد ايه نقدر نشوف لوحات اللاندسكيب بشكل مختلف وعلى حسب كل عين ازاي تشوفها. شفنا الميوزك ازاي ممكن يدخل كمان في اللاندسكيب بشكل طبيعي وبشكل جذاب، كمان شفنا الاحجار وانواعها، وشفنا الاشجار كمان مش بنستخدمها في شكلها الطبيعي او في شكلها الخام، كمان ممكن نستخدمها كارضيات بالاشكال اللي احنا بنقطعها او كمان كديكور ومقاعد للجلوس. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وطبيعه جديده بس من قلب الطبيعه.